أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واختلف في دخولها في غير باب إنا على شيئين. أو دبيت درسي دوصد وشوار لدرسكان شرحي مغني اللبير. بس ما كرت لدرسي بيجدا كإنا بلام لام ابتدا كلباب إن دا داخل دبيت شون داخل دبيو لشو دا داخل دبيو شون داخل دبيو اتفاق لشو دا اختلاف لشو دا استي وتاو بلام اوي كما وتاو باشا اوي كما وتاو دمينيتو اوا اختلاف هي دلا لداخل بود لام ده حكلت توب ولام لغير بابي الندى لسدوشت يعني بوسدوش ده لام ابتداء بتشت يعني تشت جي اختلافه مناقشة باشا لردا مصنف رحمه الله دو ده انا مسألة ويلك دو جوين داوت هيك حق بو لواقع ده قسان لسركاو بحثي عن لسركا كني كردوا يكي أنا وكا أم لامي ابتلاءنا تتسر حرف النفي باشا وبقطعي مقر وكا هاتبي النادر وشاز بيشتيوانيا أو مسأليك و مسألي دوهم داخل نبوني لاما لسات جواب شرط يعني جواب شرط لام ابتدائنا تتصر باشا بيتشوانا بو ابن الأنباري كدلا دتشت ابن مالك أماني لشرح التسهيل لا بحث كدو وأوانشك شارحي تسهيلا باشا بشيويكي بربلاو بابتكا ورقرتو وقبوليان كدوكا أو بابتا بابتكي جرينجا باشا بها لرداد زنابيان أما جيب بهيت كاملة دو مثلا كذا أفرمي واختلف في دخولها اختلافها لداخل بوني لام دا في غير باب إن لغير باب إن لإن دين دلمجة لباب إن دين دلمجة لام ابتداء ستكون أتلت والله اختلافها أو أولي كفرموي وكو أولي فرموي دا ستسر مضارع سر جملة أو هيت أمزا دواء لباب إن دا شويني اختلاف وشويني اتفاق خبوتاو بلان اختلاف الى داخل بوني لام دا لغير باب ندا لسدوش الاختلاف هي يعني لسدوش الاختلاف هي لام ابتدا دغري يعني هي كم يعني احدهما خبر المبتدا المتقدم خبر مبتدا كبشكوتوا ايا اولا خبر الاصل دا لام ابتدا نكرت بلا اي اجر خبر هات بيشوا باشا استو بودني بلاي مثلا زيد لقائم تلاي لزيد قائم بلان نالي زيد لقائم وسر خبرناتي اي بلان خبرك اگر هاتو هاتا پیش شواتي الاختلاف تدا هي كم يعني خبري مبتدا كپیش كوتوكو لقائم زيد اما ايا دروس يا دروزنيا فمقتضى كلام جماعة الجواز مقتضى كلامي كومالا قلزانان يعني و اوی که وطهی کومل لزانان دیخوازی و لی وردجیری و یعنی که تماشاده که لو تو فرمو دی هندگ لزانان دا واقعا رگا پیدان بو امشتاحه رگا پیدان مقتضا و داخوازی وطهی جماعتی کومل لزانان الجوازو رگا پیدان بو داخل بونی لان بو سر مخبره که بمشه و پیش متلاکی کوتی بید وفي أمال ابن الحاجب لام الابتداء يجب معها المبتدأ ولا أمال ابن الحاجب ده هاتوا لام ابتداء واجب لقليدا مبتدأ أما حال أمن ده هنا أولا أم عبارتا أويل ورد جيريت كبلين لبرابر او كلام جماعته لا علاقه يعني ام عباره هرس عباره كي كرتا بلان الله اعلم ويلي ورد الجيلات
داخوازی وتی جماعتێک لە زانان دروست بوون و ڕێگەپێدانی ئەم بابەتەیە کە لام دەبێتە سەر خەبەری مبتدا کە لە پێشەوەیە. بەڵام لە ئەمالی ابن الحاجب دەهاتوو دەڵێت لامی ئیبتدا واجبە لەگەڵیدا مبتدا هەبێت. جا ئەمە عیبارەتەکە بەلایەکە ئەگەر بەلایەکی گشتیە ساغی وەکەین و دای بڕین و الواقعدا دەری بێنین ئەوەیە لامی تدا مبتدا دەبێت نەک لەگەڵ خەبەردا. ئەوە عیبارەتە وادر دەکەی لە واقعدا ئیتر هەرچەم خۆ بەداخەوە نیشتەکە تەفسیری زیاتری لەسەر نەداوە. عیبارەتە ئەوە دەگەنێ هەڵبەلاقی کەشیەگەێنێت باشە، یعنی لامی ابتدا لە شوێنێک ئادەبێت کە مبتەدای تدا بێت با نەشتێتە سەر مبتەداکە. بەڵام حەسەبی زاهیر مەبەستی ئەوە نییە لامی ابتدا دەڵێ واجبە لەگەڵیدا مبتەدا ببێت نەک خەبەر ببێت، یعنی بەلای جەنابیانەوە ئەو خەبەرش کە پێش مبتەداکە دەکەوێت ڕێ نادرێت لام ابتدا بچێتە سەر ئەوە. یەک جا لە درێژەدا بزانی چی لەپێدا لە درێژەی بەحسەکەمان حوصلەتان بزانم چی لەپێدا دەبێت. ئەسانی جۆم شوێن کە جێی نیقاش و خلافە ئەلفعل و فعلە وەکوتی نەحو لە یەقوم زەیدون، ئایا ڕاستەوخۆ چێتە سەر فعل؟ دەڵێ فەئەجاز زالیک بن مالیک و المالقی و غەیرهما، ئیجازەی ئەوان داوە کە بچێتە سەر فعل لام ابتدا. ابن مالك مالقي وغير أوانا مالقي أو رصف المباني هي في حروف المعاني كتابك كا سرتاوية كا بو أم جور كتابانا كباسي حروف معاني لكن والله ابن نمدي تو بلان أو ندهز دكم كا كتابة شابو بيد لواقع دا مالقي أو كا زنايك اندلوسيا مالقا شوينك كا أمرو وام لبيرا بلان مالقا بلان مالقا هەوار هەرێ لە ئیسپانیادا هەیە لەو هەرێمی ئەندەلوسەدا هەبووە و زانای گەورە گەوری لێ پەیا بنەوە ئەندەلوس سوبحانەڵا شتی عەجیبی لێ پەیدا بووە. غێری ئەمانەش ئیجازان داوە باشە. زاد المالقی الماضی الجامید نەحو لەبئس ما کانوا یعملون، جا ئەوەی کە شاهیدەکە کە هێنایەوانێ حەسەبی زار فعلی مبارعە، ئەوە لە شاهیدەکەراوە دەری کە بۆ سەر فعل یعنی فعلی مبارعە. پاشان مالقی مازی جامدیشی زیاد کردووە بە بابەتەکە وەکو مەسەلەن لەبئس ما کانوا یعملون، ئەوە لامەکە چێتە سەر بئس باشە. و بەعضهم بەعض عەتفە بۆ سەر مالقی کە دەڵێ زاد المالقی و المال جامدە، یعنی زاد بەعضهم المتصرف المقرون بقد. بڕێچکەش لە زانایان هەستاون مازیە کە متسەریش بێ جامید نەبێ مشتەق بێ و مەقرون بێ بە قەد، یعنی قەدی دەگەڵا بێ. ئەمەشیان زیاد کردەوە کە لە دەستی پێشدا ئەلبەتە کرۆمانەوە لێ دەکە کە خەبەری ئین نەبێ، بەڵام ئەمە عامترا. وەکو وەلەقەد کانوا عاهدوا الله من قبل، ئەمجا لەقەد کان فی یوسف و ئیخوەته ئایات. ئەمە جەنابی مالقی پێوە ئەو لامە کە لەسەر قەدەکەیە و قەدەکەش لەسەر مازی متصرفەکە کانەیە، هەردووچان کان و کانە، ئەمە لام ئیبتدایە باشە، لام ئیبتدایە زۆر چاکە، یعنی بەلای ئەم مالقی بڵم بەلای ئەو بڕە لە زانانەوە کە ناویان نەهاتووە ئەو لامە لێرەکانەدا کە لەسەر لەقەد کان و یا لەقەد کان ئەو لامە کە لێرەدا هاتووە لام ئیبتدایە کە لە وڵە فەرمووی دێت بۆ تەکیدی مەزمونی جومله باشە، کە فەرمووی ئیشەکەی چیە؟ ئیشەکەی لەسەر جومله تەوکید و مەزمونی جومەتی، تەکیدی مەزمونی جومەکە، یعنی ئەو محتەوا و مەفهومی جومەکە چی دەکات؟ تەکید دەکات لە واقعدا. ئەوە بەلای ئەم جەماعەوە ئاوایە. بەڵام والمەشهور ئەن هازه لام القەسەم، ئەم هازه کەمە ئیشارەیە بۆ قەریب باشە. زاهیرەکە ئەوەیە کە بەم ئیشارەیە کە دەڵێ ئەن هازه لام القەسەم، ئەو لامەیە کە دەڵێ و بەعضهم المتصرف المقرون بقد باشە، و نابێتە ئیشارە بۆ لامەکانی کە ئەوەی وەکو لە یەقوم زەیدون یا ئەوەی مالقی کە دەڵێ مەسەلەن لەبئس ما کانوا یعملون،
اوانا ناگرتان باشا زور چاکا اما او عرضی بلای خواه مکم چونکا کدل اول مشهور و اگر بتیت او بوه او دیتا پیش او کلامه کتیت سر فعلی مضارع و کلی یقومو دبیت اوش مشهور بیلی ودا که او لام لام قسم بیلی لحالا کاوانیه جمهور رگه ددن لواقع دا کبتیت سر مضارع بلام اوجی رکان دا ممتنع دوباره ایش لیقوم زیدون کلامکا بلین لامی قسم بیت ایوانیا جمهور را گل دم چه تسر مضارع بلان لیرکان دا لیقوم زیدون اقبلی ام والمشهور ام بعضهم دا گریتا و او پیشش دا گریتا وانه که کلیسه تسر فیلو کل لیقوم زیدون غلط دا بی لبر اولی دا بلامی تلال اخوات چون که بلامی او دواتر دی بلامی قسم ناخوا مگر بلای قول ابن مالك و كايش كشتيكا دلشتي شكمو اويا لبر او اگر لا يقوم زيدون لويدا لامك لامي جواب قسم بيت عادة مضارعة اگر لامي جواب قسم الى سالب وابوب جواب قسم مؤكد بنوي تكيلي سقيلو بلامو بنون ديت باشا بلاي جمهوله بلا هندك اجازان داوكو ابن مالك کدله دکرت مستغنی به لیکن یعنی یکیان به یکیان نبید کنون بو لام نبید لام بو نون نبید هر سنو که دوالی خیلی اوش تک کم کم جا به هر حال اگر اولانشی تیاب بگری هر لیقوم زیدون بلامی جوابی قسم دانند دید چون که مشهور نیه که جوابی قسم بید ایتر هازهی اما طبیعتا اشاره وقتی لام و کافی تدانه بایوانیه او اشاره بو قريبه يعني امي خواره الماضي المتصرف المقرون به قد اوى مشهور او امان كاوى ماضي ومتصرف ومشتق مقرون بقد امان كاوى جنابيا بحسي فرمو امان لا من قسمه باشا يعني هرجن براسي اوش بلين اینی نه زنم چی بله من بابته بله اما که مشهور وای بله ان برعصی بله ام ابتلاج دخوا بله ام قسم جنبت یعنی او قصی که ضعیف نیا باشه خلاصه جی خلافه یعنی بابته که جی خلافه من ذاتا اماشون پیشتی که ناشیری نیو پیشتی که جان لاقید وقال ابو حیانه اتب زن دلتی وقال ابو حیانه والفي ولقد علمتم لم أعطي سورة بقرة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت وابزانم يك من شو كرتا كآوة لسلوي القرآن دي تخوار لسورة بقرة بخوا وأزانم يك من شو نكا لام لقر قدا برابر دبيت باشا وفي ولقد علمتم أبي هي لام الابتدائي مفيدة لمعنى التوكيدي ويجوز أن يكون قبلها قسم مقدر وأن لا يكون يعني انتهى تاو يعني مشتك تاو وجات ما شاكل طلع أبو حي أما اللواقع دا ردينا كاتوا كردينا كردوا يعني تشونك ابن هشام برحمة بيبا أبو حيان قلصة وكباصفان كل جا رواية حد ديهيني بيانوي بيه قليه بوي كوا رد يقل سرق سكيدات والهان ليرا دادا بيني قسكي هنا وببي تأييد وببي رد اما ديارا اماجو اشاريك بلو تأييدي او بحساك لسر ولقد كانوا يا ولقد كان ام لا مبراس لا من ابتداء بيت لا من جواب قصم نبيت باشا طلاب حان لو آتي ولقد علمتم دا فرميتي او كاك لام ابتدايا حالي وهي أم لا ما معناه التأكيد دقينت يعني تأكيد مضمون جملة أما لا يك ودله وجو يكون قبلها قسم مقدر وأن لا يكون ودرس شل بيج لا ما كذا قسم مقدر ببي ونجبت أما عبارة بمشيوي باشا بلا 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 ولا خالشون بياون نسيتي وكرتك بس ما كل كاتب يا شو تي دل عدم تقدير القسم أو لا من الربا في الأعراف
يعني قباو بولادة دسي كواقعا تقديري قسم نكرت تقديري قسم ولقد علمت باشا اما بولانا دسي چونكو في وياك او لا ملام جابي قسمني باشا و البته آتي شصو بين جل السوري بقرة تفصيل أبو حيان لخدمة يا حمل من زيكا أقل ويدو زوكاتي درس كمان نجيلي إن شاء الله آيتي شصو بين بردا أوا ولقد علمتم بلى ابزم داخل دا فيلم چونك باش تقلش تكاني ابو حان لتفسير كيداني لكتابة قولك اعتيكا تسي بيضلا شرح تسهيلك بلى لقد علمتم ولقد علمتم دلي اللام في لقد هي لام توكيد وتسمى لام الابتدائي اوا أو ودوني وتم كقصيلة سركين آدا خلامي تتلامي تأيي شيء كن ينا أما نفسي صريحة لو ده هرتن عندك براسي وأنا لن ترى لامي تجيء لامي تجيء طلع اللام في لقد هي لام توكيد وتسمى لام الابتدائي في نحو لزيد لبدا يعني وقت بتتصل مبتدا وخبر فعلا لامي ابتدا أويا وقت بتتصل جملة فعلا لامي تأكيد باشا ومن أحكامي أن ما كان في حيز لا تقن إلا إذا دخلت على خبر إن على ما قرر في النحو وقسم فبعض النحوي بعض النحوي كتابا في اللامات ذكر فيه وأحكامها أما أو أما وذل أو وجد أن تكون جواب قسم محذوف ويكون قد أقسم على أنهم علموا الذين اعتدوا في السبت ويحتمل أن لا يكون ثم قسم ولكنه جيء به على سبيل التوكيد لأن مثل هذه القصة يمكن أن يبهت في إنكارها جوانا بلان ابن هشام برحمد به تشكولي كدو ثواني بلا لام ابتداء أو يعني أميك أم ديلا يقصيك جوانا حل لام تأكيدا بلا وقت لسا متلاخوة فلا لام ابتداء ولسا جملة كبت فلا لام تأكيد ظاهرا نوبو بأو يعني حل بيتا ودوكان دوكان دقري ثواني بلا لنارو كايككن باشا جاد الله أبو حيان تويتي أو دشكري دلوس أن يكون قبل بيج لام كدائي لام لقد علمتم قسم مقدر هبت ودلوس نجبت انتهى أما بلين قصي ابن هشام كبلم قصيد أبو حيان كابن هشام نقلك وديار له اشتكد التفسير كيداها جاء انتهى يعني كلام أبو حيان تاوبو مش ظاهرا مخالفة مخالفي كتير داوكو هنديك دلن باشا ظاهري ام كلام اويا اقتزاي او دكات كدروس بتقدير قسم لبيشي دا ودروس جنبي باشا دروس جنبي ها چون كدلي ويجوز ان يكون قبل قسم مقدر وان لا يكون ظاهر رواه ام كلام او دكينت كدروس بو كتقدير قسم لبيش لام كداو خلاصة كلام عدم تقديرك أم دردونا تفصيلي تدا يعني جورك قصيلة سارة لبر أو عرضي بلاي خومك أما لام ابتدائك دلاء أقل قسمي لنبيت باشا وأقل قسمي شي لابو دبيتا لام جواب قسم جاء عبارتك إشكالك لزين الاتدائي إشكالك لو دا كذا لو هي لام تلام فيها لمعنى التوكيد وجو إن كنا قبل قسم قالوا ألا يكون يعني ظاهري حالي أم عبارة أو دا جينت كش قسم لبيشة بس لب قسم لبيشة أنا بها لام ابتدابت طبعا حصل زائد أما ورناجيلة يعني أو قصي وادر ذا كبد حتى وافدتي أبو حان وبصي ونبد يعني ذكر بركة كم لام ابتدابي تأكيد شو كان العبارة كا وايا اللي بدأ ولا أبو ولا تفسيرك هذا ما شاء الله أواد يعني كما لامي تأكيد ومزوني جملة كتأكيدك وذكرنا لفيشة قسم يجب بيو يتر خلاص كلام بيبت جواب قسمك بلا أم عبارة اللي ردا بمشي وأواد جينت ك
تقسم لا بيشي وتقسم لا بيشي ونبي لهم ابتلابت دبل حالة كوانية أجر لا بيشي لا قسم بيت دبت لام جواب قسم لام ابتدا نابت وأجر محاولة أو بكي عرضي بلاي خمكم توزانم بلاي ويجوز أن يكون قبل قسم أبو الشوي مقابل بيبو هي لام ابتدائي هي لام الابتدائي مثلا أو بارحال إتر أو كدوايا كذا لو أن لا يكون أو اشتكي زيادة دبد يعني عبارتك وايا حتى ابن هشام بوانك هنايتي بمزمون هنايتي بنا الآن مش خوهر عبارتك خدي أبو حيان تبا شاكا دلأ ألا مفيلة هي لا متوكيد سنزاو كارمان بوانك ودلد أموا دلو ويحتمل أن تكون جوابا لقسم المحذوفين ويكون قد أقسم على أنهم علموا الذين اعتدوا في السبت ويحتمل أن لا تكون ثم قسم محذوف ولكنه جئ به على سبيل التوكيد أو كليرة دا وانا جيند بلا أو عبارتك ابن هشام هنا يتي وادا جيند كأو لاما قسم لبيشي دابتي لقسم لبيشي نبي لامي تأكيد بلا وانيا لأصل الله أشتك وانيا يعني أجل قسم إلى بيش دان مقدر نبو باشا يعني واقعا هر أوي أوي شي هاد جورك عبارتك بلا أم عبارتك بكو يقشتي ودا جيند أجل قسم إلى نبو لامي ابتدايا أجل قسم إشي لبو لامي ابتدايا بلا لحالة كوانيا أجل بي قسم بلامي ابتدايا كبو تأكيد أجل قسم إشي لبو لامي جواب قسمها عبارتك جورك وإش كاره الله قلت ونص ذلك ونص جماعة على منع ذلك كله باشا أما كله أزين تتوجه ذلك كله أتي توانية يعني كل ما على منع ذلك كله يعني كل ما ذكره لشوى واختلف لبيوك في دخول في غير باب إنا يعني بوصل مضارعك وكل يقوم زيدون أو بوصر ماضي جامد بوصر ماضي متصرف مقرون بقد لهم أمانة دا جماعتك نسيا يعني هي دق يعني هي لسر منع أمانة هرهم باشا يعني بلاي أو جماعته أو لا مانة كذكر كلام همو لامي قسمين جواب قسم لام ابتدائين وكو ما سبكو فيه كان شونك أقل بيرتان به بس من كرت لواقع دا رليش هر نقل لك دالي لحقيقتها وقتي دتشينا وسرتشا ونحوية كانوا كوفية كان شتيتشين نية بناي لام ابتدا لو شونانا دا كإيما دالين لامك لام ابتدا اوان دالين لامك جواب بقسمك مقدر تنانت لا شوانيكو كل زيدون قائم دا كإيما دالين لام ابتدا كوفي بيان وايا أم لزيدون قائمون أم جملة جواب القسم ولا مك جواب القسم قسمك مقدر باشا جاو نص جماعة جماعة وصيب جماعة كوفيانا وجماعتك نص دق يعني هي لسال قد غبوني همي أما كبيان وايا أو لا مانا همي يعني تشوي سر مضارو كل يقوم زيدون تشوي سر مازي جامليكو كل بي سما كان يعملون تشوي سر مازي متصرفك ومقر مقادكك لقد كان وكا همو أمانا لامي جواب القسم بلان أوش شتيك ورناجي رواب آساني و كاريكا لواقع ده كاريكي آسانية وريوان وايني لام التأكيد وجوديني باشا إيه. قال ابن الخباز في شرح الإيضاح لا تدخل لام الابتداء على الجمل الفعلية إلا في باب إن انتهى ابن الخباز لو كتابي خوداك بشرح إيضاح مشهورة دليد لام ابتداء ناتية سر جملة فعلية مقال لباب إنده سيكي جوان أماش بوخوي لو عقيدة يعني أماش بوخوي يعني قصة جوانا كما بس أما نكت إيديكم باشا يعني وكا تأيدي نوعك مدرسي كوفيا كام كالواقيدة باشا لام ابتداء ناتية سر جملة فعلية المقال لباب إندا يعني اللي نزيك نكهر أو قصنية لباب إندا باعتشد باب وكو باسمان كالدرسي بيجد جملة فعلية وقت دبيت خبر بو إنا دكري لام دي لا يسر بيت انت ايش قصيش تعب وهو مقتضى ما قدمناه عن ابن الحاجبي
عرضی برای خوام کم تماشا که اوش مقتضی و داخوازی اوشته که لو پیش باس من کل ابن الحاج بو لعمالی که ده وقتی ما بس یو بی کلامی ابتلا اما بس ابن حاج بو بی لام ابتلا واجبه چه تسر مبتدا باشه چون که کتمان عبارت که هدو لا حال دگره لاقه ده یعنی لام ابتدا واجب لگل مبتدا ده یعنی لسا مبتدا به یا لجمله که به که متلاعی تیره بید با بدیر که لسا مبتدا نبید چون که عبارت که واحل دگره اماریشم لبردستانی ادامه که بخوینینو لادامه که بزنی ده خود چی ده تبردست باشه جا یعنی وقتی که ما مبستی ابن حاجب او به کلام ابتدا واجب چه تسر چه سر مبتدا آه یا اوه واجب لام ابتدا لجمله اسمیه ده بید باشا بابا دياري كلاوي عرضي براي خوامكم لا سر مبتدا كشنبه جا هدو رأيك اوكا قصي ابن الحاجب كدلا لام ابتدا لقل مبتدا يعني لسا مبتدا كبيد يا لامي ابتدا لقل مبتدا دابيد يعني لجمليك اسمية دابيد بابا دياري كلاوي لسا مبتدا كنو مثلا لسا خبرك بي هدو قصك او دقينت باشا كلامي ابتدا لسا جملة فعلية أجر خبري إن نبت يعني رازك يعني توقص ابن الحاجب ليك وده كفرمي لسرتاي درس كمان ده كفرمي وفي أمال ابن الحاجب لا مبتدا يجيبه مع أهل مبتدا ولا مبتدا واجب لقال يا مبتدا يعني شيء يعني بدول عن تفسيرك ليه كم لسا مبتدا بيت كهر جملة اسمية يا أنا لكلامك دابي ككلامك مبتدا تدابت أو هر جملة اسمية يا جاء اللوي أول ده راسو خلاص سمو تلاك اللي جملة لسه خبرك ده مثلا باشا لسه توأوق ابن الحاجب هل لك هليك إذا ديتوا أو دقينت كلام كده ناس لسه جملة فعلية باشا ما قالوا جملة فعلية كبب يتخبر لبابي إن ده عواني أو دقينت الأوقات وهو أيضا قول الزمخشري قال في تفسيري ولا صحتك ربك وأمش دوباره قصي الزمخشرية كذا مشاري لتفسيري أم آتا دادالي سوري ضحى ولا سوف يعطيك ربك باشا أو لاما كتلامك كدالي لام الابتدائي لا تدخل إلا على المتابع الخبري لام ابتداء ناتي المقر وسمت له خبر يعني واتا لام ابتداء دا تلسة جملة اسمية نك جملة فعلية أما همو تأيدي أويك أو آتانا أو لامانا كلسل فعلا باشا وكل يقوم مثالي مثلا كل يقوم زيدون آتك لبس ما كانوا يعملون آتك أنك لقد كانوا يا لقد كان كأمانة جملة فعلية قد لام ينلسر تبعية أو لام ابتدان يعني هم قصك بودت بود شنك تا زمشاري جلي لام ابتدان ناتد ما قرب وصم ابتدان وخبر أوش تبعية لك شاف عاود لي فإن قلت ما هذه اللام الداخلة على سوف أو لامك لسا سوف لامك قلت لام الابتداء المؤكدة لمضمون الجملة اللهم أو لام ابتدائك كتأكيد مضمون الجملة كذلك باشا زرت شاك والمتلاو محزو أي متلاك كوا آخر أي كوا أخو متلاو خبري لينيا الجملة لينيا اسمية بيت اللهم مبتلاك تسيا محزوفة تقديرك ولا أنت سوف يعطيك كما ذكرنا في لا أقسم لا أقسم قراتك لا أقسم كسباسيك باشا أو يعني أبيش أقصيها وقال في لا أقسم لا أقسم ولا قدا باشا أو قرأت كان قرأت كده سلو بلا أم قرأتان كلا أقسم هاتوا إتر قصي زور لسلا أو خوتن مراجعة كان بكتابة تفسيرية كان أما بيزنا كم اللي رداها مو بوتشنا كان بلام تاني أوي كبلامي ابتدا أو أنا و بي وسط و جريدرا و بوي بحثي أو كمينا أو همشتا ناقوت اللي ردا قراءتي قنبلو بزي وام لبيرة دخو النوار أوان لا أقسمه أها وقال في لا أقسم دوبارة هل زمخشري لا أقسم دا دلي لا سرتاي سوري قيامة لا أقسم باشا كما قرأت قنبل بزية وام لبيرة دلي هي لام ابتداء هي لام الابتداء دخل علامة محذوفين أما لام ابتداء فرس الابتداء محذوف باشا ليش دوا دلي وقرئ لا أقسم على أن
أن اللام للابتدائي، لام كلام ابتدائي، وأقسم خبر مبتدأ محذوف، أقسم خبر متداكي محذوف معناه لأنا أقسم أو دمال يشتر. يعني سكبوا بأوا كلام ابتداء دشت السجولة بلان جملة جملة اسمية. ايتر امجا اصلا ولا سمو تلابه كنجبو بعد سمو تدانه بعد سر خبر بيت يا جمله اسميه فرضا اسن واسق شت سلوكو بابين او كبس ما كلو شي شي تدانيه اما ظاهرا بوچوني الجماعات اويا باش ولم يقدرها لام القسم وجناب زمخشري لام لا اقسم بل لام قسم تقدير نكردوا بوچون لانها عنده تاوله ملازمه للنوني لبر أو لامه لام قسم عنده للايز مخشري ملازمي نونه يعني بيويستن لازم ملزوم يعني بيويست يكن لقل نون دا يعني بيويست بونون يعني لقل نون دا بيت بلاي جنابي زمخشري و لام جواب قسم كالسد مضارع ديت مضارع مثبت البتا او لام جواب قسم ببي باشا ببي نوني تأكيد نايا باشا ببي نوني تأكيد نايا او يقصك باشا بلاي ابيوا ولم يقدرها فاعل يقدر وزمخشري تتو هاكا اتتو بولامك لام لا اقسم وجناب زمخشري او لام لا اقسم داننا ولام القسم بلام قسم داننا بو شنك لأنها لبر أو أمانة ولام قسم هايا لبر أو اللام قسم عنده للايز مخشري ملازمة للنون ملازمي نونة يعني دبي لقل نون دابي وقت يقدر سر فعل مضارع لام جواب قسم دي لا جرم بلاي ابن بلاي زمخشري ودبي نون تأكيدي لقل دابي لبر أو بكردي وبكردي هل كشاف آوة دلي لبرو بدرني او لاما لام قسم يا لام ابتداء بيت باش دل لامي اگر قسم بيت ناتشه تسر مضارع ما قال لغن انت جدا مثلا لا اقسم وايدان لا ام لا اقسم على ذكري ام لاما لدو حرز بدرني يا لام ابتداء يا لام قسم دل بلامي قسم ناخوا بو چونك لام قسم ناتشه تسر مضارع ما قال لغن انت جدا دي ما يوا جزيني أو أول جزيني أول ما كتيا جزيني أول يا لامي تلا يا لامي قسمة دوها مكا قري معني دوها مكا كلامي قسم بين ناكلة شونك لامي قسم ناتشة تسر مضارع ببينون قري معني يا كم ده منا كلامي تلا بيدل دي ضرورة كلامي تلا بيد حد ما لامي تلا بيد رجيكني يا لام ابتداش دل داخلنا بمس مقر بوصل جملة كلمة لا خبر في كاتو لشونك اگر راسخو متلا خبر بو لامك الى سلا اي اگر ظاهرا مبتدا لنا بو ولا دل بيويز دكا تقديري مبتدا كي محذوب كريت باشا اي زور تشاكا اما او وكو ولا انت سوف يعطيك الو شونا دا مثلا بو نمونا يا لا 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 اقسم دا لا انا اقسم أما بوشون جنابي أنوايا وكذا زعم في ولسوف اعطيك ربك أن المتدا مقدر هربوش وبي وابوا قماني وابردوا للسوف اعطيك ربك ذاك متدا مقدر أي ولا أنت سوف يعطيك باشا أودل أما جنابي أن بزعم ده هنا هرتم براسي حقني بلا بزعم ده شوك أو قصي الزمخشري قصي قوية يعني قصية كبيرة شيء لا واقع داود باتريش إن شاء الله بلى زورت شكرا بلى جائزة أمجا وكذا زعم في ولا سوف يعطيك ربك أن المبتدأ مقدر هل بشو بي وابوا لا سوف يعطيك ربك لا مبتدا مقدرة أي ولا أنت سوف يعطيك ربك أو أكو بعصم كل أبو الشهود لذا إسي أمجا أويك خلاصي كلام زمخشري ردي داتواني أرزي بريخونكم جنابي ينبي والامي قسم بيت يعني واد واب يدت الله وقيد وأمجا
قولي زمخشريش كده فرمي الناس تسر مزار مقال لنوني تأشيد ده نحو كان دو صورتين استثناء كده أو كوتاي بحث كجدا ده يكيما نوك فاصلة نبيد لبيني لا مكو لبيني فيلا كده بحرف استقبال وحرف تنفيس وكو أم آت ولا صورتي يا وكتولي والله إلا سأعطيك يعني دلان لبيج ده حدك للامي قسم بيت باشا ذكر العام تلاش نبيت أجر أوص استثنائك كبر لنا حوي كان كده يعني دوميا لبين يندا بمعمول في الفاصلة نكبت وكم مثلا لا إلى الله تحشرون أما لبيني تحشرون أو لبيني لا مكدا معمول في لك كجار مجرك إلى الله يا كتعلق تبص بتشنو بوت فاصلة جاء ظاهرا أو كذا ما شري دلما لام تلايا بلا هندك وابدسي من شامج دوانا بيت كترجيح ده كما لامي قسم بيت باشا ام زمخشري وتي لام ابتداء ناشئ تسر مضارع ما قال لغن نون ده ظاهرا نحو كان دو بابته استناك الولوا ضلن بلا وايا الواقع ده لام ابتداء لام جواب قسم ناشئ تسر مضارع ما قال لغن نون ده بلان دو صوره مستثناه كما هو كلبيني لامك وفعل كده حرف استقبال حرف تنفيس سين صوفا ببث فاصلك ولا سوف يعطيك أما يك دوهم أويك كوا لبين لامك ولبين فعلك دا كذا بلامك إلى سرب معمول فعلك فاصلة خات وكل لا إلى الله تحشرون مثلا أو كذا كلها لام قسم بيت أو هندي كان وعد الله لا قيد باشا جائزة دليل بو أمش دلنا أبو علي فارسي فرميتي أم لاميك تودلي إن زيدا لقائم أو عرض إبراهي خونكم أو لامي ابتدانية لامي لا إلى الله أو لامي لا أفنانا لامي لا إلى الله تحشرون أو لاما لامي إن زيدا لقائم كاليودا لقائم أو لاما كلام كده بيت شش أو لامنية بلكو دلي أو لامي كتو دلي لأقومن باشا يا مثلا حد دلنا أبو علي فارسي وتويتي بو ولا سوف يعطيك ربك أو لامي لسوف يعطيك ربك لامي تأشيني وكل إن زيدا لا قائم لا أو لام وكو ولام تأشي هاتوا باشا أو لامني أي شيء ولا دلنا أو دقيقا لامي عرضي خوشويستان كم أو لامي أونيا لامي تأكيدني بلكو لامي جواب قسم وكل لا أقومن ذاتك مثلا ولو يدع دلي سوف بوت النائب يشلنونك لا حول ولا قوة إلا بالله يعني نوني تأكيد يعني نوني تأكيد سقلية خفيفة يا بو تأكيدك يا بو يعني ولا سوف يعطيك ربك فترضى بلاي جنابي أنا أو لامي جواب قسم سوف لواقع دا جينون تجدك قلتو باشا أواش قصيك قصيك عجيبة جاء أبو حيان دوا حكاتي أو حكاتي أو دكا زمخشري تي قلتو أبو علي فارس تي قلتو دلو يجوز عندي أن تكون اللام في ولا الآخرة خير لك من الأولى يا ولا سوف أتوك ربك فتالله أو لام بيتك بجواب قسم مكاتي طلع دلو سلام الأول يعني غلط نية باشا كذا لعت ذكات وانا أمانة بوس جواب قسم أها بيش ذا طلع والضحى والليل إذا سجى جواب قسم كتشيا ما ودعك ربك وما قال أما جواب قسم ما ودعك ربك وما قال ولا الآخرة خيرك من الأولى ولا سبحتك ربك طلع يعني أم دو جملة ولا الآخرة خيرك من الأولى ولا سبحتك ربك فات الله حدك أن جواب قسم الأثم وصل ما ودعك باشا يعني ليرا كان دا خواي جورا لسر امس يشت سكون دا خوا كي كم خوا سكون دا خوا بالضحى وبليل كأولا خاونا كي تو مالاوي لتونا كدو باشا اما يك وآخرت بوتو باشترا و اوي كوا تو رازي دكاو خوشنودي بوتو دينتا بيشا وخوا اوت بيدا باشا بس امس يشتان دا أما أنقص شيء لواقع ده اللي ركان ده.
وقال ابن الحاجب أما ظاهرا دبل أمالي داب أما وقال ابن الحاجب اللام في ذلك لام التوكيد باشا أم لام ليرا كان دادلة لام أم دادلة تقتقل إلى تبا أو درقاء في أودا بمعن حالي نابت شنك دبئهم أخوان حال ابن الحاجب برحمن بدلة اللام في ذلك لام التوكيد لام لوان داني لامي تأكيدا البتان دي دلن ابن الحاجب هو لامي جواب قسمة باشا او الي دا ديارة عبارتك كتأكيد جاية ابتداء جاية باشا او اتلا وديارة او زور تشاكا او عبارتك واضح بو بسم الله الرحمن الرحيم اتو صريحة لو داك اقد يقفلون الزمخشريوتي هي لام الابتداء دخلت على متلي محذوف ام جل حاجتي اللام في ذلك لام التوكيد اللام ولا لسوف ياتيك ربك فطلا او اني كجدا لام تاكيدا هنديك تفسير تاكيد كانوا بجواب قسم بلان او من بدو داتون بوكدوا سيشتن لام تاكيد لام ابتداء لام جواب قسم باشا وأما قول بعضهم وتي أو تقتقل كثوكرة بيمودة وأما قول بعضهم إنها لام الابتداء وإن المبتدأ مقدر بعدها ففاسد من جهات أما وتي هندي كان كما بس في الزمخشري وتنانتها تدوها الزمخشريش هر إمام بيزاوي رحمه الله أو تفسيرك إلى خزمتها لم نزكا إمامي بيزاوج برحمة خابه وام لبيليش هرشتي جوابلات كهربله أو لامي تأكيد لامي تو لامي ابتداء وام لبيلا و باوي دوزم أو استدي جميع ولا سوف يعطيك رب ودلو اللام للابتدائي دخل الخبر بعد حذف المبتدأ والتقدير ولا أنت سوف يعطيك لا للقسم شوك فإنها لام قسم لا تدخل على المرء إلا مع النوي المؤكدة إيش الوعد هذا وجمعها مع السوفاء أم جابوتي أو جا أو تبادوي أو بلا من شوك من نكتيكي زوز وزاري في تدا إلى واقع داني ومشتيكي كمني إلى واقع دا باشا تماشا كدلتي شوك ما أوي كزمخشري وبيزاوي ديلن حلقري نكتيكي بلاغية أجل جوابي قسم بأوي تداني براستي باشا دلي وتي هندي كان كما بس في الزمخشري وامثالي اوانا انها او لامي لسوف يعطيك يا او الشبيه بوا لامي ابتداء ومبتدا مقدرا بعدها لدوا لامك وكل انت سوف يعطيك او تقديرا فاسد خراب وخرابة لجهاتك ولتن رجل احداها يكمين ان اللام مع الابتداء كقد مع الفعل وإن مع الاسم فكما يحذف الفعل والاسم ويبقيان بعد حذفهما كذلك اللام بعد حذف الاسم أم عبارتش عبارتك سبحان الله جولك من أكتبي أمالي ملانية بلان والله هر عبارتي ابن الحاجب برحمتي خواب زور سيلين عبارتك من درقو تقو جولك سبحان الله يتر بوي من بستوما دلن نزانم ويا وانيا الان ابو حيان بستوما لشونك يقولون ابو حيان وتويتي لقال اولاك هزور رخني لي ابن مالكة وتويتي رولك تبكان ابن مالك كان وخيندن وقرينجي مدن بكتبكان ابن الحاجب لبر او امن ده تعقيد يانتدا وقرانا حد به لفكري راس كنو درهنان عبارتك دابي دور الدخات ولا هلقتني كاكل ومغزاي عبارتك واش كبوخي بلا مقسكي سير الواقع ده بيستو مشتي شو هذا ذات مشاكة دلي لتن جيته فاصلة يا كميان لام لقل ابتداء ده باش يعني ما بصي فيها مبتدا وكو قد وا لقل فعل ده وكو إن وا لقل اسم ده باشا أما يقصك أو يكاكي لام لقل ابتداء ده و باشان الوكو قد والا قال فعلا وكو إن والا قال اسم ده
يعني چون فعل قدكي ببيو فعلكي بروانا بيت چون إن اسمكي ببيو خوي ببيو اسمكي بروانا بيت ديناك لام ابتداش لام ابتدا ببيو مبتداكي نبيت يعني دلت چون ضرورة وقت قد هبو فعلي لك الله بنافي لك حذف به هروكو چون ضرورة إن هبيت اسمكي نابي حذف به ديناك لام ابتدا ببيو مبتداكي حذف بيت أما يدري ديف كما لا يحذف الفعل والاسم ويبقى يعني بعد حذفهما كذلك لا بعد حذف الاسم هاروكو چون حذف فعلك ناكلت لقل ببيع قدك وحذف اسمك ناكلت ببيع إنك ويبقى يعني بعد حذفهما أم زميل يبقى يعني أو ألفا أتته بقد بو إن وكو چون حذف فعل اسمك ناكلت وبمن وقدك بو فعلك وإنك بو اسمك بعد حذف دواي حذف فعلك واسمك حذفهما يعني أو فعلك لقل مدخول قدا واسمك بلين مدخول مصحوب إنيا ألف يبقى يعني بو قد إن جتاني هما لحذفهما لا تتبو فعله واسمك دي هر وكو چون حذف فعلك واسمك ناكلت وبمن وقد إنك يعني قد يبي فعل إن يبي اسم بمن وانه بعد حذف له حذف فعلك واسمك كذلك وشوا اللام بعد حذف الاسم ناكل اللام له حذف اسمك بمن وانه يا أولا وكو شون قدك ببي فعلك حذف فعلك ببي قدك حذف ناب فعلك حذف وقدك بمن وانه نابت ناكل بلن اسمي إن حذف إنك بمن وانه ببي يجناب أمانة لقل ناكل اللام ابتداش ببيو بلين تشي ولا مبتداكي حذف ببيت باشا البت أما ليرة دا لخيري درنكين بقولي كوري دلن دماميني إلى دقل لا ابن الحاجب أو بخوشي هاد توزيح تدا دلية ضميري حذف ما تتو بو أو فعليك قدي لسرو بو أو اسميك مدخول إنكو عزم كدن دلما ما بزلم كلام أو يبا كدي وبا كدي كاسمك لام تدا تتسر نابي أو اسم حذف كده كمبتداك يعني مبتداك كلام تلا إلى سر بنابي حذف كم بس فيها ويا هروك شون فعلك إني وكو فعلك قديلة تتسر يا وكو بلين اسمك إني تتسر حذف نابن أو فعلك قديلة سر أو اسم إني لسر حذف نابن وحرف كان ومن دوا حذف في فعلك واسمك وكو أو نابي أما جنابت بلان إرادة جدا له فعلك قريب ستسجل سحذف كده وقدك بمينته بفعلك أم شعر حلم كتبا أخوين من أفد الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد وكأن قد زال الوتمان فلا بعسي كأن ده لم كتبا كان دهاته كل ده قدك ما وتوفيلك حسب قدك وأصلا بزولت شاندانا بلان وزولت الشعر هلوكو شاهدي قوي أبو كأنك لبيت كأن دقيقا أو لسن أو دابو لشاهد أبو يدي طبعا ليه دا وقو زلولة دانا دلاو هو قد كما وتوفي لك رشد ماشا بلا حس في اسمه معنوي إن أيش هيدا حرسا ضعيفة وكو هلا مكسر دائم تبدأ شارك ما خلان لبعث إن دا إن من يدخل الكنيسة يوما يلقى فيها جآزرا وضباء كوا كتمان إنه هلا سرت أنت بدأ يتدام باشا كده بدأ واقعا حتى أجاوي دوزن إستي شاهد كذان شمال السندية يعني حتى اللي بدأ ما أول ما خوينت لبعث إن دابو أوتا دلية بلا 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 جاء استه تماشاك وقد يرتفع بعدها المبتدأ فيكون اسمها ضمير شأن محذوف قول الصلاة والسلام إن من أشد الناس أذى من المصبر الأصل إنه أي إن الشأن أبو شيء كما قال شهد له إن من يدخل الكنيسة يوما يلقى فيها جآزرا وضباء وإنما لم تجعل من اسمها أو منا لأنها شرطت بدليل جزم الفعل أن يدخل الكنيسة يلقاها وشرط له الصدر فلا عمل فيما قبله شاولتك أما حديثك أو شاهدك شعري
كشركة إخطاليش العقيدة تعالوا لك عكبرة يعني قصكي ابن الحاجب اللي كان ده قصكي ضعيفة باشا أو ذو قويني العقيدة باشا وصلني تو دليل دوم بو فاسد بوني أو قصي زمخشري وأنا بلا ابن الحاجب أنه إذا قدر مبتدأ في نحوي لسوف يقوم زيد لا يصير التقدير لزيد سوف يقوم زيد علاقة فيه من الضعف وقت التقدير متلابك للشوين يكون كل سوف يقوم زيد ده مثلا تقدير يتزل لزيد سوف يقوم زيد مثلا دي ولا يخفى فيه من الضعف ماذا لا تكرارة ولا واقعدة شعراوانيا او شتيك هي لم شوينه ده لزعف ولا لا واسه ما لا واسه او دليل دو والثالثه انه يلزم اضمار لا يحتاج اليه الكلام سيهم دانا لا خرابوني امرية اويا كزرورة بورئية كذا ما خشري دلاء بيوي زكا اضمار تقديرك كتقديري مرتداك كأم تقديري لا يحتاج اليه الكلام بيوي سي بين يعني اما كاتك دلاء ما بس يوي يعني كاتك تولي بيت تقديركي كلامك بيوستي بيبت تقدر كان كلامك بيوستي بيبت وقت يق شون بيوستي بيبت يعني صورة مثلا كوابت جيجل لو حالتي تقديرة بحالتي كدا نشكته باشا بحالي كدا نشكته يعني شون يعني بلاي جناب يعني وايا دبيت كاتك تو تقدير كيت كجيجل لو تقدير كبويدكي الري درچون يقنب لكلامه كده دلال ليرا دا مدتواني درچين لو كولي متلاحظ ونبوه او هنده دلان جوابي قصما هنده كي او دلان لا متشيده لا متداني تقول لي اوش خوي اقصي انت يعني قصي ابن الحاجب تاو من اقام لين يا ما كتابكم للاني ادا خو بعباره يا بمزونه نقلي كده جنابي ابن هشام ده فرمي وفي الوجهين الاخيرين نظر لو دو دليلي دوايدا يعني دليل دوهم سوم ترى اشكال هيا وكذا اذا قدر المبتدا في نحو لسوف يقوم زيد وسهم كانه يلزم اضمان لاحتاج الكلام الم دوانا ده تلا إشكال هيا يعني أمانة دليل نين محكمة فصلين ظاهرا لسقسي أول قصناك بلانا وي دماميني كناما براسي أو دليل أول شيء ضعيف لعوزك يعني ردك ابن الحاجب ردك بابن ما يعني عالمانة هيا چونك وكسي إزانا بلان ردك قويني قصي زمخشد في ردوك للراسي دا دواء ابن الهيشام خوي ردكاته وردك ابن الهيشام براسي ضعيفة بوي قصي زمخشدي سكي قطاوة بعيبة او دوای قصیل دکن جان ازم دی سلف فریاب کیون یا فریانا کیون تماشا که یکم یان دلی و فلوس این اخیرین نظر لو دو دلیل کوتا ایدا دلیل دو هم سهم اشکال هيا بو بدلیل دو بررسید یکم کا دو مکا بکر یعنی توجب دو مکا بکر کا کدل اذا قدر المتلفي نحو لسوف يقوم زيد يسوف تخلى زيد سوف يقوم زيد تماشا كان لأن تكرار الظاهر إنما يقبع إذا صرح بهما ولأن النحوين قدروا المبتدأ بعد الواو في نحو قمت وأصك عينه باشا تساول لي تكاكب له ليرا كان دا تماشا كان دالي ابن الحاجب دالي أو بوية الضعيفة شنك سالة شيء بتكرار وتكرار جلا وقال اشتيكي قبيح على عقد جاد فرمي نا وانيا وانيا دلي بو وانيا چونك دلي تكراري اسم زاهر كاتي قبيحة باشا كاتي قبيحة اذا صرح بوقت تسريح بعدو كان يمكري لا سوف يقوم زيدون دا تسريح بالاسم كان ناكل البلا وقبيحة اخسكي زوجوانا دلي أوتي ولا يخفى فيه من الضعفي أما شعراوانيا لم شوين داك أم تقدير متدايب ولك ضعفها ضعفك تكرار تكرار قبيح بخي أو جوابك يدلنا لأن تكرار الظاهري تكرار اسم زاهر
إنما يقبح لراسي ده قبيح ناشرين ده بكي إذا صلح ما وقت تصريح بكري بودوانا يعني بهما بدو اسم ظاهرك هل اسم ظاهرك بيان بلا بلاي هل يسر يسب لي لزيد سوف يقوم زيد أو قبيحة باشا بلان تو عن حذف ده كذلك سوف يقوم زيد قبيح قبحي شي أيوانيا قبحي لين يلاقل أما أو الأما الأما لايك وباشان بالنسبة دوهمك أما أما لواقع دا ولام دانوي دليل دوهمو كبتي ولا يخفى فيه من الضعف كسر أتششبتي با بلين وتي سر أتششبا أو كم ضعف لاوازي دا بلا كلام تكرار دا لنا تكرار دا لنا سنبابا تكرار وقت قبيحة كتصنيب هدو اسمك بكرة لها حركة ما هدو اسمك لين يقداني لي برا أما بحانا ما بيا مجرى أما أو وبالنسبة دوهم شواء مثلا تماشاكا ظاهرا كدله أو دله دلها ولأن النحويين ولأن النحويين قدروا مبتدأ بعد الواو في نحوي قمت وأصك عينه لأن دي النسخة مغندة بجي أصك أو هاتو قمت وأحبك أو هاتو وهاتو عادة بلان أملا دا وأصك عينه أو هاتو لبرا ونحوي كان تقديري مبتدا كلها لدوا واو لشوينك وقمت أصك عينه سك لعربي لا دلي عرب دلن سكه سك سك سكن يا سكه لواقع دا يا مثلا دلن سك البابا مثلا شتيش أبو شوية يعني يا سك عينه يعني مثلا لتاوي دا شتيش لو شوية آوة يعني معناه كي لو شوية إذا تما شاكن دله دبره نحو كان تقدير مبتدا كدول دوا واو لبني قمت واصك عينه وبعد الفاء في نحو ومن عاد فينتقم الله وبعد اللام في نحو لا اقسم يوم القيامه تاوله مثلا بالنسبه شاهد اول وا اقربين تماشاكا ديه او ما في الجمله واصك من جمله حاليه أي باشا مضارع إيشا لواقع دا إما قاعدك من هي لنحو دا وذات بدء بمضارع ثبت حوض ضميرا ومن الواو خلت جملة فعلية كسرتاكي بمضارعة أو يقصك أم جملة فعلية واختلبتها جملة حالية لواقع دا أو حلقري زميلة نابواو لقل ضابط دي أجر وهابو جملة فعلية سرتاكي كمضارع به دبو بحال وايشي لبو تبي تقدير متلاي ممكن توكل دي أنا بقول بوتر دلي إضماره تلاك إضمارك كلام في إسبانيا تقول لي ده أو تقدير ده كانوا وأنا يتوبل هر تقدير لكلام ده أبو كلام في زننا في سي بي تي باشا أو وكو دبينين بو ببت الجملة كجملة حالية لواقعدة يا مثلا أويان كدلتي دوبارة أمان كدلي ومن عاد فينتقل منه إذا تماشاكا عادة فعل شلادت فاي سببية فاي رابطة رابطي جواب بشرته أم رابطة أما لواقعدة شونك هذيك جزاك نقنج ببيت الشرط قاعدة وايا ألين لشوينك أجر جنجان جنجان جنجاوبو أو يقصك أجر جنجاوبو أو تشدكين أجر جنجاوبو أجر جنجاوبو جوابي شرطك ببيت شرط أو فيناوي أجر نجنجا ديها مثلا أنت ما شاكا ومن عاد فينتقم الله منه سينتقم مضارعة تجنجا ببيت الشرط تكتب مرفوعات تقديم في الأبواب وبعد اللام في نحو لا أقسم يوم القيامة ولدوا لام ولبني لا أقسم يوم القيامة ده باشا لدى تقدير متلاذكا أيوانيا شكا أخب بتقدير متلاذكا لذا دعا دلتي وكل ذلك تقدير لأجل الصناعة دون المعنى فكذلك ها هنا هموي أمانا ها
همو أمانة تقدير لبر خاتي لبر خاتي صناعة لبر خاتري حفظ قواعد باشا يعني إعرابي مبناك النج معناك لذلك أنا إيش دواية يعني لواقع دا أصلي معناه ما بزني لذلك أنا دا قاعدة كما بستا مو خوي قواعد لا قاعدة دم قاعدة رتبك لا قاعدة أو أما الأول شيء هنا وكم لذا دا يستمل خدمة دا أو كي بدماميني جوابي دا وأنا أمشتي كي لذا لا قاعدة تاولي أو ك بحثية كنا وشي لواقع دا بلان لدرسي دوائي دا چون قلتا تاسا مسألة درابون تاونا بد بلان أولي ردا بمشي وبو لبر حفظي قواعد لبر حفظي صنعتك كتو يعني بو أوكا قاعدة كدلوز دربتو وشتان كدو علماء وشتيكي غلط وشتيكي دلوز تشا وكو تقسم لخزمتان دا أوليكا أويك جنابي زمخشري بيزاوي دلن لا مكلام تدايا حلقري نكتيك بلاغيك ما لدى توابين نكتة بلاغيك أها تماشاك كابلا دلب تفضي زمخشري هروهاتو بلا أمد دب جوريك دلب وجمعها مع الصوفة للدلالة على أن الأطاع كأن لا محل وإن داخل الحكمة ولا سوف يعطيك ربك فترضى ودداد بتو دبخشي خاونكيتو بتو لدهاتو دا كالنتيجة أو بخشيني خدا بتو تغرازي دبيت طلطن مبا بيتعقد مبا خواويدتو بيتدد جا أمجا ديلير دا كدلن لام بو أويو صوفة بو استقبال بو لغليكا كوبوناني أوش دلي وجمعها مع صوفة كوبونوي لام لغل صوفة كصوفة بو تأخير لام بو تأكيدا ليرا كندا لامبو ابتدايا بودا لكن مثلا كاتاو بخش شكي خواي جورا ديتاجي ببي هيج جرفتيك حتشن دا اجل دوا كل من حكمتي يعني حكمتي كي تي لا اجل دوا كي دكري استي خواي جورا عتاكي كي هي بين ندا لبن حكمتي دوا كي بلا حرك الددا اوي كذا مخشري ديري اوي كا جنابي بيزاوي ديلان هلقري ام نكتب لاغيه كلا قسم تأشيدك لا أو نكتب لا غير وجهنا كبيرتو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.